الممثلين دول ما اشتغلش معاهم لغاية ما موت. 3 نقط. في ناس كده ما تشتغلش معاهم ابدا. مين يا ست؟ كل التمثيل لعبة لطيفة. يعني هل في لعيب كورة بيلعب مع لعيب كورة مش حابه؟ لو مش حابه هتلاقيه مش هيبصيله، مش هخليه يسجل، هيقرفه ومعاه في نفس الفرقة. فلما تلاقي ممثل حاطط مناخيره فوق وحاسس ان هو القباء بتاع الدنيا، لا ما اشتغلش معاك. حصل ده؟ حصل. طبعا. امتى؟ في انهي عمل؟ لا مش مهم في انهي عمل، بس يعني ما تلاقي ممثل يتدخل في امور مالوش فيها ويقول لك كلمتين سخاف، وانت راجل كبير يعني ما انتش صغير. اخدت قرار بعديها لا يمكن لما اكون يعني نهايه حياتي. وفي ممثله ايضا كده مها احمد. يا ساتر يا رب. ليه؟ مالها مها؟ حتى نفسها في مكانها مش بتاعتها. ليه؟ حصل ايه انت ومها؟ كنا بنعمل مسرحية وكنا بنعمل بروفات، وبعدين الشخصية اللي أنا بعملها مش مخلقة جيدا، فأنا من طبيعتي إن أنا أعمل خطة للشخصية في أي مسرحية. فبديت أجرب، فجربت كام جملة هنا وكام جملة هنا وكام جملة هنا، ومرة من المرات قلت جملة هي ردت عليها من فوق اعتبرته إفيه يعني، وأنا مش داري. فأنا بجرب الشخصية اللي أنا بعملها يعني. فجيت البروفة اللي بعديها أو كده ما مش متذكر أنا قلت إيه يعني، ولا الملقن كاتبها. طيب. فما قلتهاش. لقيت صوت عالي كده والصب في جملة هنا بتتقال وأنا برد عليها. أنا فوجئت. هل هو ده احترام للأقدمية؟ هل ده احترام للمسرح؟ قلت لها ستي أنا مش فاكر أنا قلت إيه؟ قالت لي لا فاكر. دليلك أنت مش عايز تقول عشان أنا قلت وراك فيه. قلت لها أنا؟ دي أنت بتعملها عن قصد يعني. قلت لها أنا مش عارف الجملة لكن مش هقولها عموما. بعد إذن الأستاذ المخرج أنا بستأذن شوية من البروفا، ورحت لمدير الفرقة قلت له أنا بعتذر عن العمل ده. ليه وبتاع؟ قلت له مش عايز خلاص شوفوا حد غير يعني. وكان تبع الدولة. فكلمه الأستاذ أشرف زكي، وده كان طبعا وما زال مهم جدا. قال لي معلش يا فاروق عشان خاطر الشهر لما اجي انا اصلح لك الموضوع ده. قلت له ان شاء الله. ورحت البيت طول اليوم بقى طول الليل واقول يعني دي نهايه ان انا اتهزق بالشكل ده. فجالي جلطه. جلطه؟ اه. جالك جلطه من ورا مها؟ اه. للدرجه دي زعلت؟ يعني ازعل عن عمري. انا ما اقولش مين انتي لكن ما يصحش كده. فالست ماسكه البيت عندي كلمت بنتي قالت لها الاستاذ فاروق تعبان جدا وعايزين، فخدوني وديني القصر عيني ما لقوليش مكان. في 6 ساعات لازم يلاقوا لي مكان. فلقوا لي في القصر عيني الجديد ودخلت وعملوا لي اللازم وعديت الازمه. وجاء الاستاذ اشرف زكي وجاء زمايل الا هي. عرفت؟ عرفت باللي حصل؟ طبعا. وما كلمتكش؟ بقول لك ما جاتليش المستشفى حتى، وخرجت من هناك رحت مستشفى ناولين عرب عملت عملية دعامة وسبت الرواية. الشعر مع النوع ده من الناس ازاي؟ ما حصلش أي اتصال تاني بينك وبينها نهائيا؟ ولا عايزه. مش عارف اقول الجملة يعني هتتمسك عليا. يعني في ناس لما ما يسألوش عني ازعل. ايام زمان لما كانت ست هدى سلطان اشتغل معاها، ست نادية لطفي لما اشتغل معاها،
اسماء كتيره جدا. لما انا ما سالوش عني يمكن اخد على خاطري وازعل، لكن اكلمهم. لكن هناك فرق بين دول ودي. ايه الفرق؟ الفرق ما عايز تبقى نجم بعملك مش باسلوبك في التعامل. بعملك. تفتكر هي قصدها ولا من غير قصد حصل الموقف ده؟ قصدها طبعا. دليل توقفت انا كنت بقول هنا الاستاذ كان بيقول كلمه كذا وانا برد عليه اقول له كذا، اذا قصد طبعا. طب انا مش هقولها. تقصدك ليه؟ ليه عاوزه تعمل كده؟ عشان احنا في بروفات، عايزه تقرص ودني، ما تتعودش على كده. عيب. وربنا نجاني ما عملتش مسرحيه الحمد لله، ونجاني من اللي حصل لي. انا ما اقدرش اشتغل مع النوع ده من الناس ابدا.